بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. تذكير طبعا في بداية الحلقة بأن احنا لا ننسى أهلنا في غزة من كل أشكال الدعم الممكنة، ما زالت الحرب مستمرة والآن الموقف في رفح صعب، وطبعا هو يعني المكان اللي بيدخل منه الغذاء والدواء وكل شيء للقطاع، ولكن يعني سيطر عليه الاحتلال وأصبح الأمر صعب. فإن شاء الله ندعو لإخواننا هناك ولا ننساهم أبدا من كل أشكال الدعم. في الحقيقة يعني سؤال متكرر وصل للبرنامج عن مسألة غياب الزوج عن الزوجة بداعي السفر، سواء عمل أو ما إلى ذلك، فبيكون الزوج في دولة والزوجة في البلد الأم أو في دولة أخرى، وينقطع الاتصال بينهم أو ينقطع يعني التواصل بينهم اللي هو المباشر، يعني عد مدة من الزمن قد تصل إلى سنوات. السؤال في هذا الأمر، هل شرعيا هناك مدة محددة يجب الزوج ألا يتعداها في مسألة غيابه أم لا؟ خلينا نرحب بضيفة الشيخ الدكتور عصام قليمة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. يعني الحقيقة هو سؤال يعني ورد من إخوة ومن أخوات، يعني الزوج وأزواج، يعني أو فالسؤال دكتور، هل في مدة محددة شرع حددها الزوج المفروض لا يتعداها في مسألة غيابه بداعي السفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. الحقيقة يعني هذا السؤال مطروح في كثير من الدول العربية وغيرها، لأني معظم بلدان طبعا يعني لما يكثر فيها الفقر والعوز وعدم انتشار سوق العمل والقيامها باحتواء جميع الطاقات الشبابية والبشرية، بيضطر الناس إلى البحث عن مصدر للرزق، السفر في مكان آخر، حتى لو السفر في المحافظات. أحيانا بعض الناس يبقى مثلا من محافظة زي الجيزة زي القاهرة كذا ورايح يشتغل في شرم الشيخ، وأحيانا الشغل اللي بيحتاج ما يقدرش ينزل إلا كل شهر مثلا وهكذا. يعني لم يعد السفر مقصودا به السفر فقط مجرد خارج البلد، بل خارج البلد وداخل البلد السفر أصبح بالإطلاق هو سفر، مبنيا ذلك يعني في ذلك على حاجة الناس، احتياج الناس هو الذي يدفع بهم إلى السفر. وأحيانا يكون المسافر من البداية ومسافر، يعني مسافر ولتكوين نفسه، شاب عازب مش متزوج، عزب ثم يتزوج وتلحق به زوجه أو تبقى في بلده. فالصور متعددة هنا. وأذكر وأنا يعني طفل صغير في يعني سنوات العمر 10 سنين 11 12 سنة، استيقظنا في على مشاجرة أو يعني خلاف بين أب لبنت متزوجة مع الزوج، الزوج سيسافر دون أن تصحبه الزوجة، والناس رد فعلها كان مختلفا. وكنت ساعتها طبعا بادئين في الأزهر بيدرس، لكن ما كناش درسنا هذه القضايا، والأب الزوجة رافض أن السفر بدون اصطحاب الزوجة أو أن تطلق، فانتهى الأمر بالطلاق يعني وقتها. والناس قالتون ده راجل مجنون، ده راجل كذا، ما يسيب يلقط عيشه وأكل عيش ورزقه، ما رايح هو هيتعب ويش المين، مش لبنته ولولادها ولكذا. ويعني ده كان بداية طرح الموضوع، الواحد يبدأ يعني يعني طرح الموضوع على أذهان الناس. ثم بدأت في أذهان الناس يبدأ يطرح نظرة المجتمع إلى زوجة المسافر أو زوجة المسجون أو زوجة الغائب وجه عام، يعني بالذات من يطيل السفر. والمجتمعات اللي هي الريفية المحافظة بيبقى ده الكلام فيها من هذا السياق، من باب إني لا، الأولى بالزوجة ألا يبتعد كثيرا. ده بتكلم بقول المقدمة دي لإني دي أسئلة مجتمعية. أيوة. مبنية على المجتمع. ولذلك الآراء الفقهية التي وردت في الموضوع مبناها على خبرة الناس وأعرافهم وليست على نصوص صريحة واضحة في المسألة. يعني لا يوجد عندنا نص صحيح صريح واضح في المسألة مع أو ضد بالمناسبة، يعني إنما عندنا نص إن السيدة حفصة استشارها رضي الله عنها، استشارها أبوها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع امرأة
زوجة لمجاهد في سبيل الله شهور، فقالت أبياتا من الشعر يعني والله لولا خوف الله لا يعني على سله اهتزت جوانبه على السرير يعني، فكانت بذلك عن اشتياقها إلى العلاقة مع الزوج يعني. نعم. فبلغت الأبيات عمر بن الخطاب، فهنا يعني كعادة سيدنا عمر كلما يجد جديد يفكر. سيدنا عمر كان مشغولا دائما بالناس والمجتمعات والتزامها بالدين، هنلاحظ الكلام ده في كلامه عن الحجاب، حجاب أمة المؤمنين، وأن الله ضرب بينهم وبين الناس حجابا فنزل الحجاب. أيوه. الله ما أنزل لنا في الخمر جوابا شافيا وافيا فتنزل التحريم. دائما سيدنا عمر كان عنده هذا الهاجس والتفكير، هو اللي فكر في قضية الأذان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود البوق والنصارى الجرس، فماذا لنا للأذان؟ طرح، وكان دائما يبحث عن سد الثغرات، التفكير في سد ثغرات المجتمع. أينا. فلما بقى يعني رأى ذلك ذهب إلى السيدة حفصة واستشارها، سألها يا حفصة كم تضيق المرأة من فراق زوجها؟ المرأة تقدر تتحمل بعدها عن الزوج قد إيه؟ فأشارت هكذا، قال 4 أيام، قال أسابيع، لا شهور. نعم، سيدة حفصة بنتها على الآية الكريمة للذين يقولون من نساء تربصوا 4 أشهر، الإيباء في الإسلام مدته 4 شهور وبعدها يا طلاق يا عودة. فهي أخذت من هذا طبعا، لكن هو مش معيار، هو أخذت من دلالة النص وليس النص الصريح الظاهر يعني. فسيدنا عمر أصدر قرارا أن لا يغيب أحد عن امرأته في الجهاد أو في غيره أكثر من 4 أشهر. هنا ولذلك كل الفقهاء معظمهم جل الفقهاء بنوا على هذه المسألة على اجتهاد سيدنا عمر من الخلفاء الراشدين، والحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وسيدنا عمر سأل مين؟ أم المؤمنين سيدة حفصة، فما راحش بعيد، سألها عن بنات جنسها. لكن لما تأمل عدد من الفقهاء في العصر الحديث، طيب هذه رؤية حفصة رضي الله عنها. أيوة. ربما لو امرأة أخرى تقول والله سنة، ممكن سنتين، واحدة تانية تقول والله 4 أيام، أسبوع، 4 أسابيع. المهلة هنا متروكة عشان بس نكون واضحين في المسألة إلى تقدير كل إنسان. يعني طبعا القضاء في بلادنا هب حكاية 4 شهور دي بناء على الإيلاء يعني، لكن الحقيقة أحيانا نجد أن المسألة لا نستطيع أن نعممها، لأني طيب والله في واحدة تقول لي والله جوزك مسافر، تقول لك بركة يا جامع يقول في ده يا بعيد عني. طيب يعني الفرقة معها سنة 2 10، لا نصبحها بعلقة أو نمسيها بعلقة أو يعني لا يطاق، وتقول لك والله لولا حتتين العيال اللي بينا لا كنت يعني خلعت ولا اتطلقت من زمان، أو ناخد منه إيه؟ طيب دي حالة، وده موجود. سيدنا عمر الخطاب كان عنده مذهب في حكاية الطلاق دي، لما واحدة تطلب الطلاق يقولون بيتوها في الزريبة مع البهائم، بحيث لما تصبح الصبح تقدر النعمة اللي هي عايشة فيها يعني. بهائم بقى الله يعزك بريحتها للجلة لغيره، فتقوم الصبح تقول لك لا بيتي وعيالي. فمرة حدث امرأة لهم حطوها في الزريبة، فراحت باتت، كان يوم بيسألها ايه الأخبار؟ قالت له والله لقد بت أهنأ ليلتي في حياتي. قال له خلاص طلقوها يعني، إذا دي استحلت عشرة البهايم عن عشرة جوزها، فدي خلاص دي مسألة ما يعني لا يستطيع الإنسان ساعتها أن هو، فدي اجتهادات من واقع الحياة الناس، خبرة الحياة في إطار النصوص العامة في الشرع اللي هي الحقوق. طيب عشان ما انتهش وانتهش المشاهد الكريم معنا، يبقى إيه الموقف؟ رأيي في هذه المسألة ما أفهمه من النصوص إن هذه المسألة تعتمد على ألا يؤدي هذا السفر إلى فتنة أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة. إذا أدى ذلك إلى الفتنة التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام
يبقى احنا دخلنا في دائره المحرم. آه. يوم اسبوع شهر سنه اللي يحدد ده التراضي بين الزوجين. الشرع لما احل العزل كما قال سيدنا جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقران ينزل، وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم بالعزل باذن الزوجه. آه. ان ده حق مشترك لاستمتاع، حق مشترك بالاثنين، ليس من حق طرف يستمتع والاخر محروم. لا، يعني هنا الشرع قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. إذن المساله بتعتمد على الزوجين نفسهم. في زوجه تقول والله لا معلش رجل على رجله، انا لا اتحمل البعد عنك ولا الولاد، خلاص القرار قرارها معاه. تقولش لا هنعمل ايه، ما احنا مش لاقيين ومش عايز، وانا بتعب واشقى عشان مين؟ لا يا حبيبي، تتعب وتشقى عشانهم يبقى من ضمن التعب والشقى التربيه الحقوق. ماذا سنفعل لو جمعنا ملايين الدنيا وكان غياب الاب مؤثر في انحراف الابناء او في انحراف الزوجه والمشي في الحرام او فعل الحرام؟ ملايين الدنيا ايه قيمتها؟ لا قيمه لها. فهي مساله مرتبطه بقدره الطرفين. ولذلك الشرع طلب من الزوجة لما تيجي تصوم النوافل تستأذن الزوج. ليه؟ قد يكون ده عنده احتياج، وهنا الأصل الواجب ده مقدم على اسم النوافل، لكن الفرائض ما فيش فيها إذن. طب العمل أنا مطلوب مني أمتى؟ طب والله لا أنا قدامي شغلانة ب10,000 في مصر على قدنا، وشغلانة برة ب50,000، لا ما تسافرش، خلاص شكرا نعيش على قد العشرة ونرضى. لما تيجي تقول لك ايه منين انا مش طايقه، لا حضرتك بقى ساعتها تعالي، لا انا مطالب بالنفقه في على مقدار قدرتي، واحنا خيرنا بين التوسعه والسفر رفضت وخلاص. اذا فهنا المساله عشان بس لان برضو هتيجي تشديها من ناحيه هتوسع في حته ثانيه. فهنا المساله ما هياش لحق وحقك بالمسطره، لا. وبرضو انا بتعجب البعض احيانا يقول لك والله انا مستحمل 10 سنين ولا حاجه وانزل. طب والعيال؟ فجاه تلاقي الولاد كبرت وبقى في فجوه في التفاهم. برضه يا اخوانا الامور دي لابد تراعى. النهارده طبعا النت والوسائل زمان كانت الناس تيجي فين لما تتصل كل اسبوع مره كل شهر مره صوت من غير صوره. انا الوسائل طبعا، لكن برضه لم تعد تغني، لان التربيه مش مجرد يعني زوم ولا سكاي بي والناس بتتواصل بيه. لا، التواصل الحقيقي. النهارده المتصل بيسالني هل بيلاقي اتصاله بيا عن طريق التلفزيون وشايفني زي لما انا قاعد معايا وجها لوجه؟ لا خالص، شايفني مستحيل. مستحيل، صحيح. فين طبعا والله يا دكتور، يعني احنا حتى بنعاني من كده في البرنامج نفسه. بنعاني يعني طبعا بنعاني من ده. ايوه يعني. فاذا ده وده احنا بنتكلم في التواصل الاعلامي في عشان الصوره الشكل التقنيات الجوده الكذا، صحيح. طب في شيء بسيط الفتوى والحياه والتربيه لا مختلفه تماما. فهنا اذا خلاصه الامر المساله مش مرتبطه بحد، الشرع حط الحد هنا يقرره الزوجان. اذا عندنا سبب وجود باب اسمه باب الخلع في الاسلام، صحابية كانت راضية بالزوج لكن لما مشي بين اثنين طوال وعلى درجة من الوسامة زوجة سيدنا ثابت بن قيس وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وخطيب مفوه، معناه ان المسألة مش مرتبطة بالمال ولا بالعلم، وغني لانه ده حديقة. فلما رأته خشيت ان تفتن، قالت اني اخشى الفتنة واكره الكفر، كفر العشير يعني. فقال تطلق، قال جيتها حديقة، قال أتردين علي حديقة؟ قالت وزيادة. فهنا التفاهم الأصل في الحياة الزوجية التفاهم، حتى عند النزاع والخلاف التراضي. لازم التراضي. الناس بتطلق في حقوق، الناس بتتجوز في حقوق، كيف ينص على هذه الحقوق؟ بالتراضي بين الطرفين. فنفس الحالة في مسألة الحقوق المعنوية والحقوق المادية لابد ان يكون بالتراضي بين الطرفين بما لا يحيف به طرف على اخر، نوازن. وطبعا الامور دي بتحتاج شجاعه في القرار، لان طبعا
تقصد دكتور يعني شجاعه في ان الزوج او الزوجه يعبر عن رايه يعني في المساله؟ طبعا يعبر عن رايه، لان بعض الناس الزوجه تخاف تقول لك والله لو قلت له الست شهوانيه او بصل عليه ان ايه ما مش 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 مستحمله غياب الراجل، ايه المشكله؟ متقاهه ده افضل ولا لا ده عينها زايغه وجوزها مسافر وعماله تبص يمين وشمال وتضحك مع ده وتكلم ده، مش ده اللي بيتقال؟ اذا انت خايف من كلام الناس، كلام الناس عن الحرام ابشع من كلام معاند في الحلال. صحيح. يقولوا في الحلال زي ما يقولوا ما يتحرقوا، يعني ده كلام المنطق والعقل. انا زي ما كان بعض الناس يلاقوا ارمله اتجوزي، لا اتجوزي بتاع جوزها اللي ما 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 استحملتش تستنى ما تعيش لحد لما ربنا يكتب لها تخش الجنه وتقبل. ليه؟ هو ده افضل ولا انها تعيش تبقى محرومه وتتمنى الشيء ولا ومباح؟ فبعض الناس احيانا يقع في الحرام الشرعي مخافه الحرام الاجتماعي. لا، الزوجه تكون صريحه، واصل تقول لك عايزاه يروح نطمن، طب مطمن وانت لا تتحملي الغياب والفراق وبعدين التوابع والاثار التي ستكون على الابناء وعليك مضره. فلا، يكون في صراحه، والزوج بيعرف خلال علاقته بزوجته هل فعلا ده بيبقى فيه قدره على التحمل ولا لا؟ هل يقدر يعوض ام لا؟ المسافات المده لا تطول بشكل الا اللي بقى قدر عليه. والله واحد مسجون هو ده بيقدر يطلع. طبعا في الدول المحترمه بتوكل المساجين من حقهم الشرعي مع الزوجه. ايوه. وده حق شرعي بالمناسبه. انما للاسف في دولنا اصلا ما بيقدرش يشوفوه من ورا سلم. ايوه. مش بقى يشوفوه خلوه شرعيه. لا، ده من ورا السلك ما بيشوفوش. ده انت كان الرئيس مرسي الله يرحمه والاخوان بيضحكوا من ورا ازاز. ازاز. مش كمان يتشافوا ما يتسمعش. فاذا يعني المساله هنا في حالات طبعا اضطرار، زوج مرض، زوج والله في رحله علاج، زوجه نفس الحاله. وده اللي احنا بنقوله يا جماعه، ان لما بعض الناس يقول لك والله انا والله انا زوجتي مريضه شويه وانا هتجوز. طيب يعني هل مرض دائم مطول ما فيش منه علاج ويمنعك من حقك الشرعي؟ بيقول لك استنى اصبر شويه لحد لما توصل لمرحله عدم التحمل. انما في بعض الناس بمجرد الزوجه دي ما يجي لها اي تعب اي مرض، لا، يعني اشمعنى نطالب الزوجات بالتحمل ولا نطالب الازواج بالتحمل؟ التحمل ما دام ما يوصلكش للحرام خلاص الناس لا مانع. من الذي يحدد القدره على هذا التحمل؟ الانسان بنفسه او من يعيش معه. فهنا الحد الشرعي للغياب مرهون برضا الزوجين وتحمل الزوجين بما يبعدهما عن الحرام والوقوع في حتى شبهات الحرام. جزاك الله خيرا دكتور. الحقيقه كان في اخت بعتت سؤال خاصه بنفس موضوع الحلقه، كانت بتقول انها فوجئت بعد مده معينه من سفر زوجها بان هو تزوج في هذه في البلد اللي هو عايش فيها يعني بدون ان يخبرها. زواج شرعي يعني، فهي طلبت الطلاق وحصل مشكله كبيره في الاسره. فالاخت كانت بتسال بتقول يعني هل يجوز له ذلك ولا الحكم الشرعي في هذه المساله يعني دكتور؟ طبعا مساله يجوز له ذلك دي يعني مساله ما نقدرش نحددها، لازم نعرف التفاصيل. أيوة. لان هي بالمطلق هنا ما فيش اجابه تتقال. لا، هي تقصد يجوز ليه ان هو يخبي عليها. ما انا فاهم ان هو يتجوز. بالمطلق دي ما نقدرش نجاوب. ما ممكن يخبي عليها مريضه ممكن تطب ساكته فيها. لو عنده اسباب شرعيه. وانا في حالات بتلاقيها كده حيله بينه وبين اهلي او يعني لا مراعاه لشعورها، مريضه مرض دائم. ذهب في الخفاء وفعل مثلا. ما نقدرش من حكم عام ان الاخفاء منهي عنه ولا لا يعني واجب. دي كل حاله بحالتها، حتى حاله الاخت دي. ايوه. ان هو سافر فراح يتجوز. طيب ما هو السؤال يعني يعني خلينا بعيد عن سؤال الاخت. ايوه. طب ما نسال الزوج ده، طب يا سيدي اللي اتجوزت ليه؟ يقول لك والله مش قادر. حلو قوي، طب ما جبت زوجتك ليه؟ اذا انت قادر انك تفتح بيت ثاني ما جبتهاش ليه؟ ايوه ده سؤال صحيح. والله ما هو اللي صرفته على الثانيه كنت اصرفه على الاولى والولاد. يعني اللي قادر على انه يفتح بيت اخر والله، والسبب اللي خلاك فتحت بيت انك مش قادر تجيب تجمع البيت الاول.
والله افهم. والله مثلا زوج عايز يجيب زوجته واولاده والامن في مصر مانعهم مثلا، او في اي بلد، مش هقول مصر عشان ما تقعدش كل اخت زوجها هي في مصر وزوجها في بلد ثاني تقول لك بس يبقى ده اتجوز يبقى ده شيء. ما اقولش معلومه، تقول نموذج اي بلد. والله واحد في بلد اوروبا مثلا، بلاش الناس اللي هم الان في غزه، في ناس طلعت وناس ما طلعتش، عائلات اللي طلع ده يقدر يرجع؟ ما يقدرش، ما نعرفش. كل واحد بظروفه بقى. ايوه، مش بقول ده يتجوزوا متجوزش، انا بقول لك يا جماعه ان الحياه ما بنقدرش في الفتوى نحط مسطره. احنا في الحاجات الثابته الدائمه حاجه عامه، انما حاجه متغيره من شخص لاخر كل شخص حالته بقى. فالاخ هو ده، ما الذي دفعه ان انت ما انت قادر تتجوز تاني وعندك ولد فما جبتهاش ليه؟ وعملت ليها لم الشم اللي في اوروبا او في بلد عربي، عملت لها زياره واستخدام؟ لا، اصل الثانيه ده بقى اللي بيحصل غالبا بقى، برضه ما بقولش حالات بتحصل. لا، اصل الثانيه في البلد اللي انا فيها معاها اقامه وشغاله، يعني جوازها مريحه شويه معاها. اذا خرجنا هنا من باب الحقوق لباب الفكر المادي اللي حكم الناس، وده للاسف اللي بيحكم كتير من بعض حالات الصبر. للاسف الطلب الماده بيبدا هو بقى اللي يحكمك. فكنت في بلدك اي كلمه ما تقبلش، لا تتهان وتاخد فوق دماغك او عليك عشانك اللي يعيش. نفس الحاجه اللي هي برضو بعض الايه السيدات اللي هم في منيست. شيخ عصام، طيب لحد ما يكون معنا الشيخ عصام، خلينا ناخد سؤال من الاخت ام محمد. اخت ام محمد اتفضلي، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذ طارق؟ الحمد لله بخير والله، يا رب تكوني بخير. الحمد لله والله. انا عندي سؤال للشيخ عصام، بس يا ريت يعني يجاوبني عليه لانه حاجه مهمه جدا يعني. ان شاء الله. هو في يعني اختي مسافره في امريكا وهي وجوزها، بس حصل خلاف بينها وبين جوزها، يعني هي كانت عايزه تستمر هي وولادها وهو عايز يمشي من غير سبب ومش عارفه ايه. فالمهم مشي، والكلام ده بقاله 8 سنين تمام، ورافض يجي ورافض يطلقها. وبعدين عملنا محاولات كتير للطلاق وكذا، فهي حاولت تعمل خلع من هنا وهي في مصر، يعني وهي في امريكا حاولت تعمل خلع في مصر، ما وافقوش لان قالوا لازم تكون موجوده وهي في استحاله انها تنزل يعني. طب في اخت محمد، في سؤال هنا اخت محمد قبل ما تكملي بس، يعني هي الاخت الاخ لما حب ان هو يمشي من امريكا كان ليه هدف مثلا ان هو يعني يرجع مصر مره تانية يحافظ على الاولاد مثلا، على دينهم، على اللغه العربيه والكلام ده، ولا كان بدون سبب يعني؟ لا خالص انا ما حبيتش هنا. هي اصلا كانت جايه زياره، وبعد كده هو اتصل بيها وقال لها ما تجيش انا جاي ومش عارف ايه، وعمل محاولات كتير انه يجي. ولما جه قعد شهر واحد وانا همشي. ليه ما حبيتش البلد؟ طب تسيبنا الشغل، ساب الشغل وساب، ما عندوش سكن في بلده، ولا عنده شغل ولا عنده اي حاجه. لانهم كانوا بيشتغلوا وسابوا الشغل وسابوا كل حاجه. فطب انا هروح دلوقتي على اي اساس؟ هنقعد في الشارع؟ تقعدي عند اهلي؟ طب هناكل ونشرب منين؟ ربنا يسهل. فالدنيا كانت مظلمه يعني، ما فيش اي بارقه امل للرجوع. وحاولنا بقى محاولات يقعد وكذا وكذا، بس ما فيش استحاله. ومشي بعد شهرين بالضبط من الاعاد هنا اهو. ولما مشي طب العيال، طب ابعت مصاريف، طب مش عارفه ايه. لا، لو عايزه تيجي تعالي، ما انتش عايزه تيجي انت حر. ورفض ان هو يجي ورفض ان هو يطلقها. وكان في مشاكل قبل كده كتير يعني، دي عندي اخر لقطه يعني، هو مش هو كانوا كويسين. طب الوضع بعد ما حاولت تطلب الخلع بقى اخت محمد، يعني وصل الموضوع لايه بعد مساله طلب الخلع؟ هم في مصر رفضوا يعملوا خلع وهي مش موجوده، وهي كانت صعب ترجع. فالمهم راحت هنا للمركز الاسلامي وقالت لهم الوضع، وانها كانت بقى لها 7 سنين، كانت لسه ما كملتش 8 سنين، 7 سنين، وحكت لهم بقى الحاجات، وان هو اصلا رمى عليها
يمين الطلاق 3 مرات قبل كده. بعد كده تنصل وقال لا ده انا كانش قصدي، مع انه كان قال انا قصدي. وبس فالمهم حكم لها، طلع لها وثيقه ان هي خلاص متطلقه، بس قال لها دي وثيقه شرعيه، انت متطلقه شرعيه بس قانونا ما ينفعش، ما ليش فيه. فراحت للمحكمه هنا اهو ورفعت القضيه وحكمت لها بعد سنه بالطلاق. فهي دلوقتي اصبحت مطلقه شرعا من المركز الاسلامي وشرعا وقانونا من المحكمه اللي هي هنا. فهي دلوقتي بقى لها 8 سنين. فهل هي دلوقتي تعتبر مطلقه خلاص؟ يعني لو حبت يجيبها زوج دلوقتي تتزوج هيبقى حلال ولا ده ما بيمشيش في مصر؟ لان احنا سمعنا قالوا ان الطلاق اللي في اوروبا ده مش معترف، او اللي في امريكا مش معترف بيه في مصر. هل الكلام ده مدى صحته ايه؟ هي دلوقتي خلصه مخلصه تقدر تتجوز ولا الطلاق ده ايه ظروفه؟ تمام، خلاص وضح السؤال يا اخ محمد. ان شاء الله يعني الشيخ يجي يجاوبك باذن الله. خلينا ناخد اخت مروه. اقفل حضرتك؟ يعني ان شاء الله السؤال الشيخ هيجاوبك باذن الله. الاخت مروه من مصر. استاذه مروه اتفضلي. اهلا بيك يا استاذه مروه، اتفضلي بالسؤال. انا كان عندي سؤال، بس هو الشيخ يعني شايفنا سامعني؟ عشان كنت عايزه اقوله يعني. هو في مشكله في التواصل مع الشيخ، بس هو يعني هيكون معانا ان شاء الله خلال دقائق يعني. اتفضلي بالسؤال وهنوصله له ان شاء الله. تمام. انا كنت متجوزه وبدات حياتي يعني انا وزوجي في شقه اجار قديم في منطقه شعبيه في الدور السادس وبعيده عن شغلي وشغله. تمام. وبعد الجواز زوجي جاله عقد عمل في السعوديه. وفرحت وقلت له خلاص وافي عشان نشتري شقه، وقلته ما كانتش موافقه على سفره، بس بعد كده اقنعها ووافقت. وقال لي اول حاجه هعملها ان انا هجهز اخواتي، بالفعل هو جهزهم دلوقتي. وبعد ما جهزهم فدلوقتي والدته بتقول له اشتري نصيب اختك اللي هي المتزوجه عشان ظروفها تعبانه، لان جوزها اتجوزها برضه في شقه ايجار، وبعد كده خدها عفشها وداها عند مامته. فبتقول له اشتري نصيبها عشان تيجي يعني تشتري شقه وكده، عشان خاطر خايفه يعني تيجي تقعد في البيت وكده، وجوزها يقعد يعني في البيت بتاعهم وكده. بس على وفي حين ان هو اصلا زوجي ده عنده بيت تاني ارض، وقال لي ده لاخواتي، هديه لاخواتي وبس. والبيت اللي احنا عاملين فيه اللي هو ثلاث اللي هو المولود قاعده فيه اللي هو ثلاث بس اللي هو ثلاث ادوار، قال لي هديهم للفرد مع البيت اللي هو الارض. بس ف ينفع هو دلوقتي سؤالي، هو ينفع يشتري على في حياه والدته وهو اساسا لسه اخواته لسه ما تزوجوش هم الاثنين؟ السؤال الثاني هو ده غير ان هو كمان عايز يساعد جوز اخته كمان، فالمفروض ان هو مش المفروض ان هو يجيب لي شقه دلوقتي زي ما هو عايز. طيب اخت مروه خليكي معانا، الشيخ معانا دلوقتي، خليكي معانا هننقل له سؤالك عشان لو عايز اسالك على اي شيء. دكتور اهلا بيك مره ثانيه. الاخت مروه كان سؤالها ان زوجها يعني تزوجوا في شقه جار قديم في منطقه شعبيه، وبعدين زوجها جاله عقد عمل في السعوديه، فهي وافقت على سفره للعمل من اجل ان هو يشتري شقه يعني، ولكن بعد يعني مده من عمله جهز اخواته البنات وبيساعد اهله بهذه الاموال، ولم وما اشتراش للاخت مروه شقه. فهي سؤالها هل يجوز لي ان هو يعني يساعد اخواته او والدته او ما الى ذلك وما يجيبلهاش شقه زي ما هو وعدها او زي ما اتفقوا مع بعض ام لا؟ هي الاخت معانا يعني. يعني هو السؤال يعني هو ساعد اخواته في ضرورات الحياه المطلوبه منهم ولا ساعد في ايه بالظبط؟ هي بتقول في التجهيز، تجهيز الزواج يعني. يعني المساله هنا بتعتمد على قدره الانسان، اذا هو قادر، هو الاخ الوحيد ولا في اخوات تانيين؟ ابوه عايش ولا ابوه ميت؟ هل التجهيز كان فيه اسراف ولا في المعقول؟ هنا ده لا، دي كلها تفاصيل لازم تتعرف. اخت مروه انت لسه معانا؟ هو الاخ الوحيد ولا هو جهزهم ما شاء الله احسن جهاز، يعني اغلى اكل حاجه جابها لهم جهزهم. هو الاخ الوحيد دكتور وجهزهم افضل شيء يعني. يعني طيب ما هو اذا المساله فيها يعني ما فوق الطاقه وما ليس من المعقول، لا كانت الدنيا تمشي في المعقول ويوازن، لان في النهايه انا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. انا اولياء اخواتي وكذا من وحيد، انا الكبير، ولكن فيما على قدر ما استطيع يعني. احسن حاجه ماشي، وعايز يشرف اخواته على راسنا من فوق، ربنا يزيده بر. طيب خلاص اللي حصل حصل، نين والنيه لله ان ده لعل ربنا يكرمه بذلك، وهو فعل ذلك حسباتها لوجه الله، ربنا يخلي ده في عياله. خلاص يعني يتجه فيما بعد الى حاجه اهلي واولاده
ويعني يراعي مثل هذا الأمر. إنما أقدرش أقول إنه أثم، لأن الكلام ده لو والله بناء على ذلك ضيع ما أولاده وما أنفقش على الأولاد فأدى ذلك إلى الحرمان، بينما قطع على الأبناء وأصرف على الأخوات، ده اللي نمنعه فيه أو ننهى عنه. إنما إذا كان المسألة فيها ما هذه المساحة اللي يحكمها معايير تانية، ما إحنا حاطين معايير عامة، إنما ما أقدرش أقول لك إن زوجك أخطأ أو أصاب، أنا أقول لك المعايير إيه وأنت تطبقيها، هو يطبقها على نفسه. اي نعم دكتور. الاخت ام محمد دكتور كانت يعني في اتصال معانا قبل الاخت مروه، وكانت بتقول ان هي بتسال يعني عن يعني اخت ذهبت لزوجها في امريكا، وبعد يعني وصولها بشهرين الاخ ساب البلد، قال لها ان هو مش مستريح في امريكا وساب شغله ورجع مصر مره اخرى. فالاخت اللي هي الزوج يعني رفضت الرجوع لان هي ملوش شغل في مصر وملوش سكن في مصر، وقالت له هنرجع على فين؟ قال لها يعني تقعدي في بيت أهلك لحد ما ربنا يسهل، لكنها رفضت واستمرت في أمريكا لمدة 7 سنوات الآن حسب كلامها. اللي حصل إن حاولت إن هو يا إما هو يرجي يجي مرة تانية فهو رفض، طلبت منه يصرف عليهم رفض، قال لها لازم ترجعي أنت مصر، وطلبت منه الطلاق فرفض، حاولت ترفع خلع في مصر فمنفعش لأنها لازم تكون موجودة. خلاصة الأمر أنها تقدمت لأحد المراكز الإسلامية بالحالة فطلع لها طلاق شرعي يعني من الأخ المسؤول عن المركز، قدمت الكلام ده للقضاء الأمريكي وحكم بتطليقها رسميا. سؤال الأخت السائلة، هل الآن هي حق لها أنها تتزوج، أصبحت يعني خلاص يعني طالق شرعا، ولا ما زال الأمر معلق؟ ما أقدرش أجاب سؤال أجابه غير، لأن أنا رأيي عكس كل اللي قالوا ده فأعطيها بلبلة. يعني أنا رأيي من البداية لا، هي أخطأت، أنت مع زوجك جه مرتاح رجع نتناقش، إنما عصيان الزوج والإصرار والنشوز يسقط، أو طلبان أنه مش مصر ينفق عليك في أمريكا بمعايير أمريكا، منين ده كلام مش منطق؟ طبعا أنا بناء بنسمع من طرف، أيوة. من خلال كلامها هي مش من كلام الزوج كمان، لا في أخطاء قامت بها، أيوة. أخطاء قامت بها، فانا ما اقدرش بناء على ما اعرفش المركز اللي سمع منها بناء على ايه طلق، هل سمع من الزوجين وسمع كاملا ولا لا؟ اذا كانت ما سمعه سمع براي شرعي وافتى براي شرعي ادله خلاص ساعتها يبقى الدنيا يعني ماشي. لما الطلاق اصلا شرعا امتى بيتدخل المراكز ويبقى القانون لا يسعد، انما انت متجوزه في بلد اسلامي ومسلم ورفعت قضيه الطلاق ما ممشيش. ليه ممشيش؟ لأنه ما فيش حق. أيوة. طب المركز اللي برد ده كي بإيه؟ أنا ما لا أعلم. عشان كده بقول للأخت الكريمة أنا ما أقدرش أقول رأي قبل هذا الرأي، لأني رأي عكسه تماما. مش معاه. أنا لست من هذا المركز في المقامة دي. فعشان وكمان عشان ما أظلمهمش، لا أعلم مسوغا الفتوى أو القرار الذي صدر. ما أعرفش. أي نعم. جزاك الله خيرا دكتور. في اخت سائله بتقول ان انا يعني خريجه تجاره وقدمت على وظيفه في البنك الاهلي، ويعني حاليا منتظره باقي الاجراءات للتعيين. يعني المهم بتقول ان في اكتر من حد قال ان الشغل حرام فيما يخص مساله القروض او قسم القروض. بتقول ان رغم ان الرغبات اللي هي قدمتها ما كانش لها علاقه بالقروض، لكن هم رشحوها في عمل في ما يسمى اداره مخاطر الائتمان، اللي هي بتكون مهمتها انها تدرس الحالات المقدمه للحصول على قرض يتوافق عليه ولا لا. الاخت بتقول انها لما قالت لوالدها انها هترفض العمل لانه في شبهه حرام، فوالدها يعني زعل منها وقال لها ان دي وظيفه مناسبه ليها عشان تستقر ماديا وعلشان يعني تعمل يعني تكون مستقره نفسيا وماديا. فالاخت السائله بتقول هل تكمل في هذا الامر ولا لا، مع العلم ان ما لقتش اي شغل تاني. هو السؤال هل هي مطالبة بالنفق على مكان أو عمل؟ وده شق. لما يقول والله شاب أنا بتقدم للعمل، مش بنفرقنا بين الرجل والست، بنتكلم على إني الرجل مطالب بالنفق على بيت وعلى أسرة، المرأة ليست مطالبة، تقعد كده ست بيت ينفق عليها شرعا، مش مطالبة بالعمل ولا مطالبة بالنفق. طيب هل لا والله إحنا محتاجين في هذا الباب وهذا المجال أخوات فضليات على تدين، فيبقى لي اكتساب خبره للذهاب الى فرع اسلامي، دي قصه ثانيه. فانا ما اعرفش هي توجهت العمل في البنك بناء على ايه؟ من افتاها بالتوجه بضوابط تاخد بالضوابط وتكمل. من قال لها لا ممنوع يبقى ممنوع. فالمساله هنا بتعتمد على دوافع
الفتوى التي أجازت لها التقدم من البداية. إذا كانت شروطها مستمرة معها تكمل، شروطها مش مستمرة خلاص تستخير الله سبحانه وتعالى وتمضي فيما هو مكتوب له. أي نعم. الأخ أبو محمد من مصر، أبو محمد اتفضل. أبو محمد سمعنا؟ أبو محمد، طيب يبدو فقدنا الاتصال به. أخ سائل دكتور، أخت عفوا، بتقول زوجي عايز يشارك ابن عمه في مشروع يعني، ولكن ابن عمه ده يتعاطى المخدرات ولا يصلي، فالسؤال هل يجوز مشاركته وهل ربنا هيبارك في هذا المشروع أم لا؟ بيتاجر في المخدرات؟ لا هو مش بيتاجر، هو بيتعاطى. بيتعاطى المخدرات؟ طيب طبيعة العمل إيه؟ إذا عمل حلال خلاص، وحاسس مش هيأثر عليك ولا على أخلاقك، بل أنت ممكن تأثر عليه بهدايته، فتوكل على الله ربنا يعينك. يعني معناها دكتور مسألة الـ يعني الصفات الشخصية للشريك، لأن هي بتسأل أنها أنهم هيشاركوا، ففي الحالة دي راجل مثلا ما بيصليش أو مثلا بيتعاطى مخدرات وما إلى ذلك، هل ده يبقى شرط في أن أنا أشاركه ولا أهم حاجة ذمته المالية؟ ما هو الشراكة زي الصحبة زي السفر زي أي حاجة. أنت شايف أن ممكن علاجه وأخلاقه كويسة لكن في هذا الخلل ماشي، لا مع الشراكة وكل يوم مع بعض هيجرك وأولها بقى تذكرة مخدرات بعدها الثانية في الثالثة في غيره بقى سعادتك معاه، ده البدايات مثلا. المسألة بتعتمد على مناعتك أنت الدينية إيه، قدرتك على التأثير إيه، وهو قادر على تأثير عليك سلبي ولا إيجابي، والعكس العلاقة دي هتبقى علاقة إيجابية دينيا ولا سلبية دينيا. سلبية يبقى بلاها بناقص منها، إيجابية الله يعينك. ما دام أصل التجارة اللي بينكم حلال. أي نعم. معنا الأخت أم أحمد من مصر. أم أحمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك كنت عايزة بس أسأل الشيخ في حاجة كده بعد إذنك. اتفضلي. تمام. أنا متجوزة. تمام. تمام. بس أنا خدت يعني جوز ده جواز يعني أكبرون عليه. تمام. تمام. بس يعني برضو لما بعد الجواز اكتشفنا يعني ان هو برضو ملوش يعني كان عنده مثلا ظروف يعني كان بيتعالج منها. المهم كان لما كان مثلا زي كده بتحصل شيء كان بيتعالج مع دكتور والكلام ده يعني ايه يعني ماشي الحكايه بالعلاج. تمام. فهو اصلا انا مجبور عليه يعني، هو يعني جبروني عليه. فانا دلوقتي ما بقتش ان انا طيبه خالص ولا راح. المهم ان هو عمل عمليه تمام عشان يبقى كويس، بس عمل عمليه بعد فتره من السنين حوالي 16 17 سنه. كنت انا خلاص انا كده كده اصلا مش قاضيه على حب، فانا اخذت جنب بعد كده. تمام. فانا اتعودت خلاص وعشت حياتي وبربي اولاده تمام، تكلمت على كده. اكتشفت بعد كده ان هو راح عمل عمليه من ورا منه، طلع انت لو فكرت تعمل عمليه عشان تتعالج انت دلوقتي بتفكر في نفسك انت بس خلاص بعد عمر. انا ما راح، انا دلوقتي عندي 40 سنه. كنت متجوزه عن 18 سنه. تمام. معايا 3 اولاد. دلوقتي انا خلاص ما بقيت نفسي قافله منه على الاخر، مش عايزاه يجرب مني، مش عايزاه يتكلم معايا، حتى الكلام مجرد الكلام انا مش متحمله منه، اسلوب وحش اصلا. تمام. كل الصغير وكبير يحكيها بره على اخواتي. طيب لكن انت يا اخت محمد كذا حصل كذا، انت ما طلبتيش طلاق ولا عايزه طلاق، انت عايزه الحياه تفضل زي ما هي كده مظبوط؟ تعبت حتى اولاد. انت لما طلبت طلاق هددني باولادي، يعني انت لو طلبت مش هصرف على اولادي كل طيب خلينا نسمع راي الشيخ ولي. وخليكي معانا يا اخت ام احمد عشان لو الشيخ عايز منك اي يعني تعقيب. طيب دكتور لا دكتور بس ممكن بس في حاجه بس بسيطه. اتفضلي اتفضلي. تمام اتفضلي. تمام. بس اوضح حاجه انا بس عايز افهم بس الشرع والدين هنا. الشرع والدين هنا بيقول لي مثلا انا حد مش طايقاه تمام، وحد ان انا مثلا قلت يعني اتكلمت معاه وطلبت منه الطلاق مره واثنين وثلاثه لو دراع بولادي وبالمصروف والكلام ده. تمام. انا قلت له خلاص انا مش عايزاك، انت في حالك لو انت عايز تتجوز اتجوز، انا ما طلبتش منك انك مثلا لا تطلقني وتتجوز. هي عادي يصرف عليهم حتى خلص عليهم بس. طيب المهم دلوقتي انا العيشه معاه دي غصب عني من الاول خالص، ودلوقتي كنت برفع عشان خاطر اهلي كانوا بيضغطوا عليا والكلام ده. دلوقتي انا مثلا خلاص كبرت فمش محتاجه الخنقه دي.
طيب اخت مها خليكي معانا اخت مها، سؤالك واضح دكتور. يعني سمعت طبعا سؤال اخت محمد ليها، يعني عندها 3 اولاد ومتزوجه من 18 عام، بتقول انها اجبروها على هذا الزواج، يعني كما بتقول 22 يعني 22 سنه زواج الان وثلاث اطفال يعني عندها 18 وعندها 40 سنه. ايوه يعني معناها بقى لها 22 سنه زواج يعني. صبرت كتير يعني. نعم. طيب هو السؤال ليه ما الصبر؟ ليه الصبر؟ انا بتعجب من البعض مع احترامي وتقديري، من اول الحياه احنا كارهين بعض. ليه نستعجل في مجايب اولاد واحد واثنين وثلاثه والدعيشه وبعدين مستحملين؟ طب ما هو الصبر اذا كان له نتيجه الناس تصبر. انا ما بقولش كده عشان الناس تخرب البيوت ولا كذا، لا. لكن في يعني اذا ما كانش في حب بين الازواج ساعات في البيوت فيها رحمه، فيها تفاهم. مش الحب والعشق لدرجه ان هم يعني دايبين في بعض، ماشي. لكن على الاقل في حقوق لا يتجاوز عنها، وده اللي قاله الحسن البصري لما ساله من ازوج ابنتي؟ قال من اذا احبها اكرمها واذا كرهها لم يظلم. فدي نقطه مهمه جدا بتغيب عن الاذهان. لا ده لا في حب ولا في انانيه وفي ظلم وفي، طب اكمل ليه؟ من البدايه يا جماعه يا جماعه اصل اهلي ضاغطين حد فين؟ ما هي يعني سلسله بتجيب وراها وبتكمل. طيب هو كان عنده مشكله وتعالج، دلوقتي لا انا مش عايزك، طب ما ليه حق شرعي يعني يتجوز مش عايز يتجوز؟ ما هي المساله ما بتجيش بالزراير بالريموت كنترول يا اختي. انت كان المفروض من البدايه اولا مش من حق اهلك كانوا يجبروك خالص. يا جماعه اتعظوا، ادي نتيجه اجبار البنات على زواج مش حباه. اصلي هتتعودي عليه، اصلي مش مأجره عربيه وبعدين هتجرب هي اوتوماتيك ولا مانوال وبعدين هتتعود، ما فيش كده، ده جواز، دي عشره، ما هواش العلاقه الجنسيه بس، لا حياه كامله. فهتستحمل ايه ولا ايه؟ انا بتكلم مش بقول او العكس، واحد اهل والله اصل هم الجوازه دي نسب مهم عشان مصالحهم، فالولد ايه قبل وبعدين؟ يا جماعه الزواج لابد يبنى على ان ما كان في حب على التفاهم والاحترام ومراعاه حق بعض. طب ما فيش هيحصل ايه؟ هيبقى في 3-4 ولاد عايزه تطلع مش هتطلعك وبيهددها بالولاد والمصاريف، هتعمل ايه؟ هتستحمل ولا ساكت؟ وبعدين عايز حقه الشرعي، لا انا كرهاه. نقع في اشكال هنا، حقه المشروع وحقها في النيه تطلق لان كره فراق. طيب ايه الحل؟ انا مش بتاع حل، انا بتاع فتوى. الفتوى حضرتك اني مش حباه خلاص، وصلت الباب طريق مسدود، استحالت العشره بينكما، فليكون فراق بالمعروف، تصريح باحسان. والناس كل واحد والله بيهددني بالاولاد، خلاص يبقى انت عندك حسبه ثانيه راعيها. طب حقه حق الشرعي له ان ياخذه مش بالاكراه. لكن والله اصل اصلا كده، اذا دي معضله متراكبه على بعضها، دي محتاجه حل مشكله مش محتاجه فتوى هقعد اتكلم على 22 سنه تفاصيلها. انا قلت رايي فيما يتعلق بموضع السؤال، اذا هي عندها حاجه ادق في سؤال ادق تتفضل. اي نعم. والله دكتور يعني حضرتك اعتقد الاجابه شافيه. اخت محمد انت لسه معانا؟ ايوه معاك يا فندم. انا غصب عني، انا خلاص استحاله بصراحه، غير الحب زي ما قال على العشره والموده والرحمه، حاولت ان انا اجرب منه في الاول خالص، تمام؟ كان رافض، كان شايف شغله اهم حاجه، تمام؟ فانا دلوقتي خلاص، هو لما ابتدى ان هو يجرب كنت انا بعدت، انا حاولت عشان انا خلاص أجبرونا على كده فلازم أعيش، فحاولت إن أنا أقلب بس هو على بس ده. هو يا أخت محمد يعني هو بيحاول يصلح، بيحاول يقرب، بيحاول يعني خالص خالص يا فندم، خالص والله العظيم خالص. أنا استحالت العيشة معاه مش عشان أنا كرهاه، حاجات كتيرة 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 تاني خلتني إن أنا يعني خلاص في حاجز بينه وبينه، في حاجز بينه وبينه. أنا لا فاجة منه كلام ولا أفعال ولا تصرفات ولا أي حاجة، ليه؟ أسلوبه وحش، بيشتم. أنا مش في حاجات كتيرة، حاجات كتيرة والله العظيم يا أستاذ طارق، حاجات كتيرة أنا مش قادر أحكيها. طيب حاجات كتيرة بتسقط مني. طيب يا أخت محمد خلينا نسمع الدكتور، اتفضل دكتور. طلبت الترابط ما تضيش، طيب يا ما تضيش. اتفضل دكتور. يا أخت بوصف سؤالك ده، القرار عند حضرتك مش عندنا.
انت ايه اللي يريحك من غير ما تعصي ربنا؟ تفضل اعمليه. الشرع مش هيقول لك لا والله جواز زواج كاثوليكي نعيش ونموت مع بعض، يعني نعيش سوا ونموت سوا، ما فيش كده. خلاص استحاله العشره، توكلي على الله. الناس تتفرق ويؤمن الله كلهم من سعته. والراعي اولادنا، مش معنى الطلاق نهايه الكون. في اي تعقيب تاني ولا خلاص كده؟ شكرا شيخ عصام، شكرا جزيلا، وبنشكر الاخت ام احمد. في الاخت مروه اللي كانت سالتنا السؤال اللي فات الدكتور، لها تعقيب يعني. اخت مروه اتفضلي. كان ما كملتش السؤال، هو دلوقتي بعد ما جهز اخواته، دي اخت متجوزه زرفت علينا برضه، كانت متجوزه في شقه اجار وجوزها خد عفشة وداها عند والدته، فدلوقتي والدته عماله تتحايل عليه بتقول له اشتري نصيب اختك عشان ما تجيش كده وقت البيت. فدلوقتي هو هينفع سؤالي، هو ينفع ان هو يشتري نصيب اخته على حياه مامته لسه هي اصلا يعني هي الحمد لله عايشه ولسه اخواته اساسا الاثنين ما اتجوزوش؟ او السؤال الثاني، هو المفروض يعني المفروض يساعدني الاول قبل، يعني المفروض يجيب الشقه قبل ما يساعد اخته ظروف اختها عشان ظروفها تعبانه، ده كمان غير كده ان هي ان هو عايز كمان يساعد جوز اخته كمان. فانا بقول له الافضل دلوقتي ان انت تجيب لي الشقه قبل ما انت تشتري نصيب اختك، وغير كده هم كمان بيزنوا عليا ان انا هم ينزلوني، انا دلوقتي انا معاك في السعوديه تمام، فبيزنوا علينا ان هم ينزلوني عشان المصاريف وكده. تمام. دكتور الاخت مروه بتقول ان يعني اختها الام وام الزوج عرضت على ابنها اللي هو زوج الاخت مروه يعني ان هو يشتري نصيب اخته من البيت، مع العلم ان الام لسه عايشه يعني نصيبها من الميراث، يعني هل يجوز هذا الامر ان يتم يعني بيع من الميراث؟ مين من الام ولا من ميراث الام اللي لسه عايشه او يعني من لا ما بشتريش حاجه، انا مش عايز، انا ورث. ربنا يطول لنا في عمرك ان شاء الله يا حاجه ونعيش في خيرك باذن الله. يجاوب يا اخوانا، في قضايا مش محتاجه فتوى شيخ ولا محتاجه دبلوماسيه في الرد بس. كلمتين ظروف على قد وربنا يعين، شكرا، خلاص نقطه من اول الصف. هتعرف منين امك ايه ميزانيتك وايه اللي عندك يا اخوانا؟ دي مشكله اداره بيت يا اخت الكريمه صاحبه السؤال، دي مشكله اداره بيت بينك وبين زوجك ومن اخوات زوجك. انت حاطه ان هو راح ودى المصاريف والتعب وشقاك لاخواته البنات، خلاص جوز ربنا يبارك، انما يساعد جوز اخته لا، ما ليش في جوز اخته ولا اختي بعد ما تتجوزي. اخت بعد ما تتجوز خلاص مش فقفايه راجل، بعيد عني، ربنا وفاها يكشي يجيبوا ملايين الدنيا، الله يوسع عليهم. مطلوب مني ايه؟ بيتي وعيالي. اصل امي بتطلب، ما تطلب امك على راسي من فوق، تطلب القرار عند مين في العمل؟ عندي انا وانا وزوجي، خلاص والله ما نقدرش على كده. نزل مراتك، ما لكوش دعوه، مش شان حد انزل مراتي ولا اعادها. السماح للاهل او السماح للناس بالتدخل في مساحات مش بتاعتهم، اول غلط بتعمله انت الزوج. والله اصل امي مالها امي، يعني امي زي بعض الامهات في بعض المناطق، كنت اشوف بعض المشاكل لا قالت لي ما تبطريش شعرك، اعملي كحكه، اعملي ايه؟ انت مالك؟ ياكش تحلقوا زير وانت مالك انت؟ فلا مساله في غايه العدب عند البعض. يا جماعه احنا بعيد بقى عن الفتوى والشرع يا جماعه، مش بستبعد الشرع، ودي مش مساله فتوى، دي مساله خلل في اداره البيوت. نحن الذين نوسع مساحات التطفل للاهل والاقارب والاصدقاء وغيره في حياتنا الشخصيه. محدش له حق في بيتي انا ده اودي مراتي اجيبها اوسع عليها ادي، انا حر، لا اهلي يتدخلوا ولا اخواتي. او والله اخواتي البنات والله جايب لمراتك احسن حاجات احسن منها. طبعا مراته، ما انا هجيب لمراتي ايه؟ خش جوزك مش ملبسك، انا مال انا جوزك انت اللي مطالب هو اللي يلبسك. مراتي واولادي ومطلوب ان اوسع، دول اللي انا لما اموت يورثوني. ولو هذا الاخ ربنا يطول في عمره طفل، اخواته البنات دول يورثوا فيه ولا اخواته الصبيان حد، ما دام عنده ولاد خلاص خلصت تركه هي، ده شرع ربنا. فاذا مطلوب مني لما يكون في حاجه من ضرورات الحياه وانا قادر زائد عن حاجتي اهلا وسهلا. امي انت املك لبيت فيما هو من ضرورات الحياه، انما امي مش هتدير حياتي. طب هل الام دي تقدر تقول لبنتها لو هي شغاله تجيب من فلوسها زوجها يسمح بذلك؟ زوج بنتها مش هيسمح. لماذا؟ وفي بعض الامهات والاباء للاسف يجور على الابناء لصالح زوج البنت، يعني عامل زي النكته اللي في الارياف زمان، رايحه واحده تدعي عند احد الاولياء كعاده الناس، يا سيدي فلان
جوزي الغلبانه ومش لاقي شغل، هو ابنها عاطل، ابنها كان معدي، قال لها يعني جوزي الغلبانه بيدعي له والمحروق ابنك ما بيدعيلوش. فبعض الامهات للاسف عندها هذه السذاجه، قاعده مركزه على جوز البنت، الدعوات الصالحات والمساعدات والدنيا والابن، لا ده يشقى ويتعب، ده كلام غلط. اي نعم غلط، كل واحد بشغله ودنيته. جزاك الله خيرا شيخ عصام. في نهايه حلقه اليوم نشكر فضيله الشيخ الدكتور عصام تليمه من علماء الازهر الشريف، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.